أعربت عائلة الفاضل عن ولائها المطلق لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة وقوفها مع كل أبناء مملكة البحرين ضد المارقين في حفر الجهالة والضياع. وأكدت عائلة الفاضل أن البحرين عصية على كل أصحاب الشر والحقد ونكران الجميل وكل من تسول له نفسه بالإضرار بهذا الوطن.